كده يعني نتمنى ان احنا نستمتع، نتمنى ان احنا نتمتع من خلال اداء جميل على غرار القاهره اللي بقى دلوقتي ده. بدايه مع المنتخب المصري على يمين حضراتكم مع بدايه الماتش، نقول لحضراتكم على تشكيله المنتخب الايطالي مع وضعيته ايضا على الملعب، لان النهارده الحقيقه الراجل زي ما قلت لحضراتكم غير في اربع خمس لعيبه من وضعيه المنتخب الايطالي، انما هو عنده قوام ثابت او عنده دايما لعيبه ثابته. اتربى على كل مباراه شويه، هوبا تصويبه، ولكن حارس المرمى فيتشينزو فيوريلو لاعب نادي سامبوريا الايطالي وحارس المرمى النهارده مع المنتخب الايطالي، ودي اول كوره على طول انطلاقه للاعب محمد طلعت ثم الى حارس المرمى. مهم جدا يكون في لعيبه في الملعب النهارده بتحاول تسدد، لقاء الماضي الحقيقه ما كانش على المستوى بالنسبه للعيبه في نص الملعب على وجه الكره. عمليه على طول مصريه قدام رمضان، بدايه بدقه قويه مع بدايه الماتش حسب اللقاء رودريجيز، لكن الكوره على طول قدام الاسم الثاني المنتخب الايطالي عن طريق اللاعب رقم 10 على طول هنا فابيو، يرجع كورته على طول ثاني اماميه انطونيو ماتشوستا لاعب نادي نفسي الايطالي. كلهم على فكره بيلعبوا في الانديه الكبيره، بين حارس مرمى بديل فقط لاعبين مع نادي الميلان موجود على مقاعد البدلاء النهارده طبعا مع المنتخب الايطالي. الفرقه الثانيه على طول من الجبل يمنى عن طريق لاعب رقم 10 هنا احمد شكري لاعب النادي الاهلي. احمد مره ثانيه على طول الى رامي التماس، ثم رامي التماس على طول هنا على المنتخب الايطالي ماركو روميزي لاعب نادي ريجينا. ماركو روميزي يلعب في نص الملعب في خط الملعب الشمال هنا ماركو روميزي، وادي حكم اللقاء مدرب فرانشيسكو روكا، مدرب طبعا من اكبر المدربين الموجودين في مجال الشباب السنه دي. معظم المدربين كلهم اعمارهم تتراوح ما بين ال 28 و 30 عام، مدربين كتير للصغار. اتلقى على طول ايطاليه في نص الملعب اسلام رمضان ممتاز لاعب نادي انبي اسلام، يرجع نص الملعب على طول ثاني صالح المنتخب الوطني المصري على طول عاليه اماميه من علي العربي، يطلع ماركو زانتيني، ثم مره ثانيه للاعب رقم 6 ماركو كالديروني لاعب نادي بتشيلسي الايطالي ماركو كالديروني. هذه التحضير هنا عمليه على طول مصريه محمد طلعت ان شاء الله يكون هدف مبكر، يا رب يكون هدف مبكر كده يفرح بيه الجمهور الكبير اللي حضر النهارده طبعا، ويدي دافع معنوي كويس او لاولادنا النهارده في اللقاء ان شاء الله. نرجع الكره ثاني في الملعب اليساندرو تركينزي، اليساندرو تركينزي انطلاقه ايطاليه، انطلاقه ايطاليه، لازم حد يضغط هنا بدري، لازم حد يضغط بدري، يحاول هو يخرج لبره، هذا على طول ماركو روميزي تركينزي، ماركو الى تركينزي خطيره جدا ايطاليه، خطيره جدا ولكن يطلع دفاع ممتاز. يطلع الدفاع يضغط ثاني على طول المنتخب الايطالي، ماتش صعب جدا، ليست مباراه سهله. المنتخب الايطالي من المنتخبات الكبيره اللي تقدر تتكلم عليها زي ما انت عايز تقول في قلت النواحي التكتيكيه والخبرات الممتازه، بينما يظهر على الصوره هنا من استاذ سكوب واني رمزي هو اللي في المنطقه الفنيه، وبجواره طبعا محمد الصيفي الرجل السابق مع الكابتن محمود الجوهري والخيزوم المصري. ركله ركنيه في ثلاث دقائق اولى تعادل سلبي وعرضيه ايطاليه خطيره، ولكن يطلع المنتخب المصري ضغط ايطالي على اعلى مستوى الان، ورجوع في الخلف لصالح منتخب مصر بعد ما كرة محمد طلعت ترجع تاني. اوعى يسدد، اوعى تدي مساحه، يصوب تصويبه قويه جدا ولكن الى ضربه المرمى عن طريق اللاعب انطونيو ماتزوتا لاعب نادي نيتشي الايطالي. ادي انطونيو ماتزوتا الظهير الايسر في كوره تصويبه، انما الحمد لله ما راحتش زي ما هو عايز. ادي التصويبه هنا عنده 20 سنه طبعا، متر 81 سنتي وهو الظهير الايسر النهارده مع التشكيلة الأساسية 4-2 هم اللي موجودين بالتشكيلة الماضية بالنسبة للمنتخب الإيطالي. النهارده بيدفع بإليساندرو كيتشينزي، بيدفع بلاعب ماركو كالديروني كان لعيب طبعا أساسي ورجع النهارده التشكيلة مرة ثانية كالديروني. نص ملعب منتخب مصر الوطني الثاني، تحضير على طول علي العربي، ادي مساحة انطلق يا علي، مباراة مهمة جدا بالنسبة لهذا الجيل من اللاعبين، خدها مني بضمان التعليق العربي. تلقى على طول مصرية بيدور على المساحة حلوة جبل اسمه، يلا عفروتو عفروتو عفريت العفاريت عد عد عد، ولكن على طول ركنية، مش ممكن مش ممكن عفروتو عد وكان بجوار المرمى ولكن إلى ركلة ركنية. إنما هو ملوش حل يا جماعة، هو عفريتو مخاوي 2 جن وهو دايما يعني أهدافه كلها عفريتي. ترجع الكرة ثانية عرضية ولكن إلى ركلة ركنية هي الثانية في اللقاء لصالح المنتخب الوطني المصري. اللسان يعجز تماما ازاي توصل الرساله هنا في استاد القاهره الحقيقه في الاجواء الجماهير الكبيره اللي واقفه على اقدامها طبعا وتتمنى منتخب مصر يسجل في ربع ساعه الاول. ترجع الكره ثاني على طول اماميه اليساندرو كريتشينزي مره اخرى ثاني لمعاذ الحناوي لاعب النادي الاهلي واحد اللعيبه اصحاب الخلق الرياضي الجميل على فكره من نشأة الكلام ده بالنسبه لمعاذ. ترجع على طول ثاني لعلي العربي الظهير الايمن طبعا ولاعب نادي انبي اماميه من علي او اماميه من المنتخب المصري سهله جدا لصالح الدفاع الايطالي، وبنقترب لخمس دقائق ولا زال التعادل السلبي قائم بالاداء.
التاريخ في حق المنتخبات العربية. ما شاء الله كانت المنتخبات العربية والمنتخب المصري يلاقي المنتخب الإيطالي في المونديال الشباب، بينما عفروتو يحاول يعدي ولكن إلى رمي الثمن. عادي عفروتو إلى رمي الثمن. لاعب رقم 15 هنا سعد الدين سمير لاعب النادي الاهلي، كل دول هم هيكونوا القوام الاساسي لمنتخب مصر الوطني ان شاء الله اربع خمس سنوات. يمين يعيد ترجع الكره ثاني محمد طلعت، طلعت يحاول يعدي ويرفع ركبته وخطا وضربه حره مباشره. ان شاء الله مشروع سترايكر ممتاز ومشروع مهاجم ممتاز يفيد فيه طبعا نادي النادي الاهلي ويفيد فيه منتخب وطني في المقام الاول المنتخب الوطني المصري. خطا على طول على اللاعب كلاوديو دي لافينا لاعب نادي اس روما الايطالي. ست دقائق لعب ولا زال التعادل السلبي قائم بلا اهداف. كانت فرصه جميله جدا فرصتين محمد طلعت وعفروت، ان شاء الله الفرص قادمه والاهداف قادمه. ست دقائق على طول مصريه طويله عاليه وتروح الكره سهله هنا عند حارس المرمى فيتشينزو فيوريلو لاعب نادي السامبوريا، يمكن من اكثر اللعيبه شهره في هو واللاعب كلاوديو دي لافينا اللي موجودين النهارده في انديه كبيره مع الدوري الايطالي، لما الايطاليين والكره الايطاليه تبقى كبيره وتبقى قيمه كبيره حاملها احلام المركز الرابع في التصنيف الاخير على مستوى العالم. على طول ترجع الكره ثاني احمد شكري، شكري يطلع كره ثاني على طول الدفاع المصري عشان يجيب الاداء سريع من الجانبين. ايطاليا عاوزه تكسب والمنتخب الوطني المصري والاخر عاوز يكسب. بقى صعب جدا تعلق لصالح منتخب مصر فقط، لازم ايضا تظهر المنتخب المنافس ان المنتخب عنده خبره تكتيكيه ممتازه وضعيه ممتازه على ارضيه الميدان. ترجع الكره ثاني لمسه على طول ثاني، شكري يحاول يعدي، ترجع الكره ثاني لصالح المنتخب الايطالي، زياده عدديه لايطاليا في نص الملعب. مرة ثانية على طول اللمسة في دربكة هنا لما هذه خطوة صغيرة ممكن عدي 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 تصويبة ولكن تثبت في السكة وتروح سهلة إلى حارس المرمى فيتشينزو فيوريلو من لاعب رقم 8 هنا اللاعب شاب أحمد لاعب النادي الأهلي. هذه شاب أحمد وعلى اليسار في هشام محمد، قدام هشام في أحمد شكري، وقدام شهاب في لاعب مصطفى عفروتو. يطلع على طول ثاني اللاعب سعد سمير على طول ثاني الجبل يمنى لصالح منتخب مصر الوطني، ثم الكرة إلى رمي التماس، ثم الكوره الى رمي التماس. اول لقاء جمع الايطال او جمع الطليان بمنتخبات افريقيا، كان اول لقاء في تاريخ ايطاليا على فكره عام 77 بالنسبه للمنتخبات الافريقيه الاوروبيه، كان امام الكوت ديفوار واللقاء انتهى 1-1. تاريخيا ايطاليا لم تتفوق على منتخب افريقيا سوى على المنتخب النيجيري 2-0 في 87، لحد الان في هذه الليله 7-8 دقائق والتاريخ يثبت كلمته ان شاء الله، وفي الدقائق القادمه من عمر اللقاء يتغير اللقاء طبعا بالنتيجه الايجابيه لمنتخب مصر الوطني. ترجع على طول ثاني انطلاقه عفروتو، يستلم الكره عفروتو، كل القاهره تقف لما عفروتو يستلم ولكن يضغط الدفاع الايطالي ثاني ويطلع. تصل الكره ثاني لساندرو كيرتشينزي، اليساندرو يحاول يعدي مدافع قوي جدا بنزله الراجل النهارده شكله كده عشان يلعب على عفروتو اللي بيلعب معاه مان قوي. وادي راجع ايضا اللاعب رقم 7 اللاعب كلاوديو دي لافينا لاعب نادي اس روما يلعب ايضا بجوار اللاعب عفرو مصطفى عفروتو. تحضير ثاني في نص الملعب، ادي اليساندرو الظهير الايمن النهارده مدي عليه شغل كويس، واضح جدا من اول 8 دقائق لعب. انطلاقه مره ثانيه والاستلام اللاعب يوسيبي ولكن في خطا وضربه حره غير مباشره اعتقد لصالح المنتخب الوطني المصري. مهم جدا الحكام المساعدين ومهم جدا يعني القرارات الاداريه او القرارات التحكيميه من حيث الشروط الحقيقه، منتخب مصر الحقيقه بكل الاراء التحكيميه الهدف الثاني في اللقاء الماضي كان في تسلل الحقيقه. الكلام ده طبعا كله يروح على ذمه الحكم المونديالي الجميل محمد سودا حكم الاي ار تي سبورت. بتلعب على طول الكره طويله اماميه، الضغط هنا على طول محمد طلعت موجود مع اللاعب ماتيو زانتيني ولكن حكم اللقاء خطا على محمد طلعت. دايما لوحده على فكره طول البطوله، انما النهارده على الورق المفروض ان مصطفى عفروتو واحمد شكري يكونوا دايما قدام كمثلث هجومي انسايد رايت وانسايد ليفت او جبهه يمنى وجبهه يسرى بالنسبه لمنتخب مصر الوطني. تروح على طول الكره لحارس المرمى فيوريلو، تحضير في نص ملعب من سيلفيو راديو لاعب رقم 18 لعيب مهم قوي مع باسكو ريجيني النهارده اللي بيحطه طبعا نادي السامبوريا واحد الاسماء القادمه بالقوه للكره الايطاليه. تقانيع مصريه جميله وثقافه مصريه جميله اكتسبتها او اكتسبها الشعب المصري منذ عام 2006 في اول ملحمه بالنسبه لشحاته ورفاقه. ترجع كرة ثانية على طول في نص ملعب، 10 دقائق لعب، لقاء تكتيكيا مقبول، منتخب ايطاليا فيه زيادة عدد في نص ملعب، المنتخب المصري يحترم المنتخب الايطالي، والمنتخب الايطالي جات له كرة تصويبة وحيدة، ومنتخب مصر جات له أخطر كرتين، واحدة لمحمد طلعت، والثانية للاعب مصطفى عفروتو. على طول مرة أخرى ثاني، تحضير من جانتيري، لاعب كويس أوي مدافع نموذج الحقيقة رقم 4، يتسلم الكرة ثانية على طول أنطونيو ماتزوتا.
دفع رقم ثلاثة. أطراف المنتخب الإيطالي النهاردة فيها قوة، وإن شاء الله تكون أطراف المنتخب المصري فيها اختراق من أطراف المنتخب الإيطالي. يرجع الكرة ثاني لفوريلو حارس المرمى، فوريلو على طول أمامية عالية، مفيش هزار ولا فلسفة. 10 دقائق عدت، خسارة مصر اللقاء الماضي وضعته في وضعية إنه يدخل هذا اللقاء وما عندوش حاجة يبكي عليها سوى الفوز فقط لا غير. أمامية ثاني محمد طلعت لوحده، فين المساندة؟ طلعت في حتى الكورة حلوة أوي، ولكن عفوت باليمين راحت لطلعت، طلعت ضعيفة أوي يا طلعت، لسه الكورة فيها خطورة. يطلع تاني دفاع لطول، مهم أوي حد من نص ملعب يجي مع طلعت، ما ينفعش طلعت يكون لوحده أو يغني ظلموه دايما كده مع المدافعين في كل الماتشات. لابد الأطراف تقوم، ولابد واحد من الاثنين لعيبة سواء شهاب أو هشام يعمل مساندة. النهاردة المفروض إن شهاب هو اللي يعمل المساندة الهجومية، والمفروض إن هشام محمد هو اللي يقف مع اللاعب حسام حسن لاعب نادي إنبي البترول المصري، الأخ الأكبر للأندية البترولية. عاد الخطأ على طول في نص الملعب، مقفولة المباراة، ماتش مقفول طبعا، وكل مدرب قال الآخر. خطأ على طول، تروح الكرة لمعاذ الحناوي. النهارده طبعا كان المفروض ان احمد حجازي هيلعب، هم اختاروا في الاخر خالص اللاعب معاذ الحناوي يكون مدافع في القلب مع منتخب مصر الوطني جنب اللاعب سعد الدين سليم. ترجع على طول ايطاليه عن طريق لاعب كلاوديو دلافينا، يضغط ثاني لاعب برقم 12 لاعب السام رمضان، تحتيه مره ثانيه على طول يعدي المنتخب الايطالي، ولكن الى رمي التماس لصالح منتخب مصر. اللي بيجي بالكوره هاني رمزي طبعا النجم الكبير واصغر اللعيبه اللي شاركت في مونديال كاس العالم في عام 90 طبعا مع المدرب محمود الدواري، وفي تسجيل الكبار الحقيقه مع منتخب مصر الوطني. اتوقع ثم شويه محمد طلعت يا ولد لعيب وجه القدم لبره، ولكن حارس قاري كويس، قاري كويس انما فكرتها كويسه على طريقه ابو تريكه وزين الدين زيدان. دي محتاجه لعيب يكون السبرين انكل او القدم بتاعته ما فيهاش عظم، محتاجه لعيب يكون رجله فيها نوع من الفينيش شويه. ترجع الكوره في الخلف ثاني لمعاذ الحناوي، ما قل ودل، بيعجبني جدا معاذ الحناوي، مشروع مدافع ممتاز الحقيقه، لانه عنده صفه مهمه قوي ان هو ما بيتكسفش الطاقه في الخط الخلفي. معاذ الحناوي عارف العشر واجبات بتاع اللاعب المدافع بتاع القلب، فشل فيها لعبه ولا زال التعادل السلبي قائم. ايطاليا مصر او مصر ايطاليا، هنا في مسرح العمليات مسرح استاد القاهره، تصويبه قويه عند علي لطفي، ولكن ضربه مرمى بين كلاوديو دي لافينا لاعب رقم سبعه ونجم نادي روما الايطالي والاخر، ما فيش حد بره، كله جوه ايطاليا، كله جوه ايطاليا، كله جوه معقل كره القدم، جوه الانديه الكبيره الحقيقه، وهم طبعا هيكونوا اسماء كبيره طبعا في القادم ان شاء الله مع منتخب ايطاليا لكره القدم. كره القدم على طول اماميه طويله هنا من لاعب علي لطفي، مره ثانيه على طول في نص ملعب المنتخب الازوري، بدا يسيطر منتخب ايطاليا شويه، مطلوب من علي العربي عدي عدي علي، يسلم الكره في الجبل هنا الثاني عن طريق لاعب شهاب، شهاب الدين احمد، ومره ثانيه احمد شكري يا ولد لعيب شكري لحد لصالح منتخب مصر، مقفولة شوية، شوف الطليان قافلين ازاي، اتسجل في القفل، عفروتو ممكن يعدي، عفروتو يدوس على كورته شمال ويمين، انما منزله الراجل ده، منزله اليساندرو كوتشينزي ده بيلعب معاه زي فيلو، وعفروتو يا دوبك سلكين اللاعب اليساندرو، هنشوف هل ممكن عفروتو يتفوق ولا المدافع الايمن الايطالي القوي يتفوق في هذه الليلة، لان زي ما اتكلمنا في بداية الماتش طبعا ان المنتخبين كلاهما كتاب مفتوح للاخر. رامي التماس على طول علي العربي. يطلع المنتخب الايطالي تاني، ما زالت الاعصاب متوتره جدا هنا في استاد القاهره لكل المشاهدين والمتابعين طبعا. بتتكلم على مونديال، بتتكلم على تاريخ، بتتكلم على منتخب مصر، على فكره السي في بتاعه والسجل بتاعه في كاس العالم للشباب افضل من الطليان، افضل من الطليان، خمس مشاركات منهم برونزيه شوقي غريب، برونزيه المنتخب الوطني الجميل اللي عمل ريكورد ممتاز في هذا المونديال الشبابي، بينما هناك انذار، اول انذار للاعب رقم سته ماركو كالجيروني لاعب نادي بتشيلزا الايطالي يحصل على اول انذار. يحصل على انذار ماركو كالجيروني، ماركو كالجيروني. كرة على طول طويلة من عالية مصرية، محمد طلعت لوحده دايما. أنا بشوف الحقيقة إن منتخب مصر مهم قوي يلعب الكرة على الأرض. كورتين ثلاثة اللي إحنا عملناهم على الأرض رحنا وعدينا مفيش مشاكل. مفيش مشاكل إن المنتخب الوطني الكبير بداية من لقاء البرازيل ثم الوصول إلى لقاء المنتخب الأمريكي لغى حتة كانت قعدت حوالي 40 سنة هو الفارق ما بين السادة والعبيد في كرة القدم، خلاص تدي الكرة 90 دقيقة، انسى بتلعب مع إيطاليا وانسى بتلعب مع حتى فريق من هونولولو. تأدي أداء كويس وتعمل نتائج كويسة، تقرأ المنافس، يكون عندك كوتش وليدر ممتاز يفرق معاك كل هذه القيم في مجمل وعمر اللقاء. ربع ساعة لعبة نقطة جنيه، جماهير كبيرة جدا تتوافد على استاد القاهرة في ثلاث لقاءات المنتخب الوطني المصري، اثنين في القاهرة وواحدة هناك في الإسكندرية، واحدة هناك في برج العرب، في معقل برج العرب، المعقل الجميل والملعب الجميل طبعا اللي استضاف افتتاح هذا المونديال. ربع ساعة لعبة وخطوة